السلام عليكم عشاق اللباس التقليدي المغربي الأصيل. أنتم اليوم في حضرة الخرقة السايسي الحرة الغنية عن كل تعريف. سميت بالخرقة السايسي الحرة نسبة لزاوية سايس بمنطقة دكالة، وليس منطقة سايس المحسوبة على فاس. تتشكل الخرقة السايسية من صوف الغنم الحر، عبارة عن صدى من الخيوط الرقيقة والحبة بكل أشكالها. للخرقة السايسية أنواع وأشكال عديدة وألوان جميلة، وذلك بإدخال الحرير الاصطناعي في تشكيلها. منسوجة من أنامل المرأة الدكالية لزاوية سايس بإبداع وإتقان بعد المرور من عدة مراحل، أولها تنقية الصوف من الخش وغسله، ثم غزله ليشكل خيط رقيق من الصوف يسمى السدى، وحبة تختلف حسب حجمها، من حبة راس النملة مرورا بحبة قريصة، ثم نص حبة، ثم حبة كاملة أو كما تسمى بحبة غليظة. بعد الحصول على السدى والحبة، تشرع المعلمة في نسجه عبر المنسج ليشكل خرقة نخوية أنيقة ممتازة. إخواني، قدمنا لكم نبذة عن الخرقة السايسية الحرة. نتمنى أن تستفيدوا من هذه المعلومات وأن ينال إعجابكم الفيديو. وفي النهاية شرفونا بالاشتراك بالقناة لنستمر في الرقي والتعريف بالأثواب التقليدية المغربية الحرة. لجميع الاستفسارات والتساؤلات، نحن دائما رهن الإشارة. جميع معلوماتنا وصفحاتنا ومتجرنا الإلكتروني تجدونهم في صندوق الوصف. بخصوص متجرنا الإلكتروني، تجدون فيه جميع الأثواب التقليدية الحرة المغربية، منها البزيوي والخرقة السايسية والأثواب الوزانية. جميع الأثواب تجدونهم مرفوقة بالأثمنة. شكرا لكم على المشاهدة، ونلتقي بإذن الله في فيديو آخر.